السلام عليكم. زار والي ولاية الجزائر العاصمة مشروع إعادة تهيئة وتجديد الحديقة نتاع الحيوانات نتاع بن عكنون، والحديقة يعني الترفيهية، يعني هي تعتبر منتزه كبير يعني في وسط ولاية الجزائر العاصمة ويربط عدة بلديات. إذا هذا المشروع الضخم نتاع حديقة الحيوانات تاع بن عكنون أراه قيد عملية نتاع إعادة تهيئة وتجديد وهيكلة عدة مكان اللي كانت أصبحت يعني حالة تعيف، ما نقولوا احنا تعيف، واحد التجهيزات كانت من قبل شيء يعني كان فيه بناء فوضوي شبه فوضوي، الآن فيه نية لتجديد الفضاء هذا وإعطائه لمسة جديدة، ويعني ان كونسيبت جديد، نوفو كونسيبت في عملية إذا تجديد هذا الفضاء العمومي الهام. يعني كل دول العالم عندهم دي بارك زولوجيك، يعني حظائر للحيوانات، يعني كل دول، يعني المدن التي تحترم نفسها تكون عندها هذه المرافق يعني الهامة في حياة الشعوب. يعني لو بارك زولوجيك اللي اكزيست دون تو لي بي دو موند. إذن في هذا الإطار نشوف يعني جانب من الأشغال، إن شاء الله تكون هذه الأشغال تكون يعني في المستوى. هذا هو أملنا، نترككم تتابعون، والسلام عليكم. That's it.